يوجد فيها قيعان، ليس المقصود قطعا أن كلها قيعان، لأن الجنة فيها أشجار، فيها أنهار، فيها قصور، وتبقى بعض أرضها قيعان. هذه القيعان أرض مستوية لا شجر فيها، يغرس المؤمن الشجرة فيها بعمله، فعندما يقع منه العمل الصالح يغرس له شجرة بذلك العمل، وأنها قيعان. وقيعان في اللغة جمع قاع، قال شوقي رحمه الله: ريم على القاع بين الباني والعلم، أحل سفك دمي في الأشهر الحرم، رمى القضاء بعيني جؤذر أسد، يا ساكن القاع أدرك ساكن الأجم، في قصيدة طويلة. المقصود منه القاع، وأنها قيعان، وأن غراسها يعني أرض طيبة وما عذبه وأرض قيعان تستحق أن تغرس. كيف تغرس؟ لما تغرس؟ قال: وأن غراسها، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. المؤمن ينبغي أن لا يخلو يومه، أن لا يخلو يومه وليلته من أن يذكر الله: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفروا. ومن أعظم ذكر الله أن يقول العبد: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وقد وردت أحاديث أن هذا من أعظم الباقيات الصالحات. قال الله عز وجل: فالباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا، هذا في الكهف. وقال جل وعلا في مريم: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. فالمؤمن يستكثر من الباقيات الصالحات، ومن أعظمها قول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.